الحياة فام زهرة الحياة، أولادنا وبناتنا فخرة بلادنا، ولولا سيادنا ما كانوا أولادنا. هذك علاش في فقرة قم للمعلمي، هي فقرة تكريم نكرم فيها الذين أنهوا مسارهم المهني بشرف. ثمانيس قدموا برشا برشا لتونس، قدموا المدرسة التونسية، قدموا للمشهد العلمي والمشهد الثقافي الكثير. ها هنا نحن من إذاعة الحياة في إطار رسالة العرفان والاعتراف بالجميل، في كل مرة نستضيف عالما من أعلام المدرسة التونسية الذين قدموا الكثير، لنقول لهم بطريقتنا الإعلامية شكرا جزيلا. اليوم ضيفنا اليوم رجل ما زالت أروقة المدارس تذكر وقع خطاه، وما زالت قاعات الدرس تذكر تسجل صدى صوته، وما زالت القلوب تنبض له بالحب، وما زالت الذاكرة تذكره ذكرا جميلا وشما على صفحة الذاكرة. اليوم معنا صديق مرب رجل فاضل، سي سالم بوقطاي، اسم كبير والكبير ربي عز وجل، مرحبا بك. شكرا لك. اقرب الميكرو شوي سي سالم، وعلي لي صوتك شويه تعاود. نورتنا سي سالم. وجودك سيدي يعيشك. كنقولوا سالم بوقطايا برشا حكايات تنشا في المدرسه، في الموسيقى، في اله العود، فك البسمه الجميله، في السوق العتيقه، في مرورك عبرك يعني سالم بوقطايا حليه من حلال القيروان الجميله. لطفك وذكاك ربي فضلك، عشرتنا طويلة احنا وعرفنا بعضنا في الميدان، في ميدان العمل. لكن سي سالم، الجمهور اللي يسمع فينا اليوم ثم شكون يعرف جانب من شخصيتك، اما ثم ديما هيك الطفولة. انا كل ما نستدعي ضيف باش نكرمه ونقوله احكي لي على طفولتك، الا ونكتشف الدرة من الدرر ونفهم سر من اسرار ما يتجلى عليه في كهولته. سالم بقطاي، الطفولة فين وكيفاش وكل حكاية جميلة. أنا من القروان، أصل من القروان. أي مولود في القيروان. أقرب الميكرو شوي بارتي سالم، شوف عدل يا أمل. أي مولود في القيروان. أي فين؟ في حومة الجامع. حومة الجامع، يا سيدي أنا حومة الجامع، إيش تبدأ عندك ذكريات العزيزة؟ بعد الجامع، بعد الجامع الكبير. بعد الجامع الكبير، مقابلك تصبح عليه وتمسي. ايوا سيدي، ونعرف حتى بعض المشايخ اللي قضوا في الجامع الكبير. اي ونعرفهم من جماعه الحومه ثم. اللي هما سمينا تذكرش بعض الاسماء من مشايخ الجامع الكبير؟ ثم ثم السي قاسم تراد. السي قاسم تراد، اي في السي تيجاني تراد. اي ما قراب دار تراد في النهج اللي كلهم 65 اي قراب قراب. اي تحيه ثم الجماعه اللي نتذكرهم. وعلاقتك انت بالمسجد الجامع الكبير في شخصك؟ علاقتي انا علاقة جوار، علاقة جمال، علاقة اشراقة كل صباح كل يوم كل مساء. اي عندي شو اسمه الملا في الليل. ايوه بالمغرب والعشاء. بالمغرب والعشاء. أيوة. كل مرة معناها نحفظوا القرآن. أيوة. في الملا، وما زلت لتوا والحمد لله متواصلة. جد المحال. مرة فاتت ظل سي منذر علاني يعمل. أيوة. يعمل الملا تو، وسي طيب الغز يعطيك الدريس. باهي. ايوه سيدي. ملا في الملا. معناها القرآن كان في الجامع الكبير. في الملا كو. في الملا. أيوة. وكتاب سي، ثماش كتاب كنت تردد عليه؟ فما كان كتاب سي جد سي احمد الصغير. جد سيد احمد في جرابه. جد شو اسمه تذكر ابو احمد. جد احمد اسمه احمد. تحيه الساعه لسي احمد الصغير. ايه. سي احمد الصغير المتفقد صديقنا العزيز. هذاك هو. والله ونترحمه على جده هذا اللي كان في الكتاب. ايه. ايوه. قريت عنده وين؟ ايش اسمه؟ فينا جامع، فينا بقع الكتاب هذاك. جامع جامع بحذا سيدي غيث. سيدي غيث؟ نعم سيدي غيث هنا عاد. سيدي حومة الجامع. حومة الجامع، مش مشكل. المهم الكتاب، قداش دامت الفترة مع الكتاب؟ تقريبا 4 سنين. تبارك الله، عاد 4 سنين في الكتاب معناها تطلع تبارك الله مريقل على الاخر هكا ولا؟ اي والبطحة يا سيدي والحومة كيفاش عملنا فيها؟ البطحة هذيك وقت الفراغ نمشي للبطحة هذيك. الجرابة؟ البطحة هذيك والجرابة. اي. قلت لهم الاولاد كلهم. وشنو هي الجو ثم وقتها؟ كرة القدم ولا شنو ولا الحوايج كنت تمارسها في الجرابة؟ كرة القدم معنا، كرة القدم تعرف. بيكسبوها كان جماعة بومبو. مالش كان عندنا؟ كان عندنا حشاك الكلاست. ايه؟ الكلاست بتاع
لكن اللي تقطوا نحطوا له كعب راهم ونحطهم شوي شوي ونخيطها وتذكر هاي هاو يسمع فين الجمهور اللي متميزة. تسمع يا سيدي يا سي منير هاك تسمع معناها كيفاش قبل ما ثماش كورة عنده كورة بو عاد ذاك ولد كورة جلد ولي سلطن علينا في الحومة ذاك شكون نعطي كورتي وما كذا أما ذيك كانت كورة باك الكلاس تفهمني يخيطها ويشحنها بشوية قماش ويمارسوا به لعبة كرة القدم والدلول بتاعنا اللي يدلل على أمه يخيطها الدلول يمشي للماما باش تخيط له عاد كذا كذا ويجي يدز في صدره عاد هو الكرة كرت يولي يحكم وزو يحكم هذاك يلعب معايا هذاك ما يلعبش الله يعطيك الصحة السلمة جاتنا مكالمة هاتفية نرجع لك يا منير جاتنا مكالمة هاتفية من قيس الو الو صباح الخير يا سي قيس صباح الفل صباح الورد يا عبد العزيز اش احوالك عندي ضيفة حذايا انا اليوم في الاذاعة تعرفوش شكون تسمع فينا نسمع قاعد سي سالم بوقطاي الاسم الرنان الاسم الحلو الاسم المزيان فهمني اللي كي نقولوا سي سالم بوقطايه نذكرك الابتسام العزيزه الغاليه وهاك اللطف وهاك المحبه ومرات هاك الكسيوه ويبدا هاك فهمني بخطاه ملكيه فهمني بخطاه سلطانيه في مدينه العتيقه بالقيروان هكا ولا سي سالم اللي هو والدك اللي هو بابي ربي يحفظ ويحفظك هاي سي اليوم معاك على المباشر هاي هاي هذه فرصه فرصة باش ايش تحب تقول اللي ما قلتوش لوالدك العزيز المربي الفاضل سي سالم بوقطاي والله نحب نقول له ربي يفضلك وربي يخليك لينا ورانا رحنا في الدنيا دي عايشين بسيرتك والحمد لله اللي انت كنت بابا وهو فات هو مش بابا كهو خاطر اللي ما يعرفوش باش عباد اللي بابا اكثر من يكون ابوه هو صاحبنا معنا في الدار صديق يعني صح عليك دبرتها مالا صاحبه هذه ايوه احكي لي قيس ما عنيش بيت ابوه في الدار ولا عنيش حاجه ما تحكيش لي لازم نحكي متنور معناها سي لا لا اسبري لارج اسبري لارج تبارك الله يا سيدي ودبرتها عاد انتم عاد عشتوا اي الحمد لله ايوه وهو معناها اللي غرمنا بالفن وبالموسيقى هو نعرفه عازف انا نعرفه موسيقار انا اي هو يعزف عود ويعزف عود تونسي عود التونسي اي اي ما لقيت هذاك السر انت علاش مشيت الموسيقى هكا هو موضوع في الجينات الشيء مشيت في الجينات رضعته في الحليب معناها من الصغرى ايوه اي قول لي معك سيسي قول له كلمه مباشره يا قيس انا نقول ربي يفضلك وربي يخليك لنا وان شاء الله راضي علينا ان شاء الله راضي علينا اكيد اكيد وبارك الله الله الا برضا الوالدين هذه حاجه ان شاء الله سمحنا على التعب انت هذه حاجه معروفه كون الوالدين تعرف لي ان الجهود راضي عليكم الحمد لله ما نجمش نرقد من غير ما نرقدش على واحد ربي يفضلك انت ويخليك لنا وكذا شو وليدي بارك الله فيك يخليك عايش سيستي روحك ورك لابس كي لبس ورك ماشي نسمع كي لبس تتهلى ما شاء الله ان شاء الله ديما مكان تبارك الله ذي مشاعر الابوه تبارك الله تبارك الله نشوف فيك الدموع تترقرق في عيني سي سالم لحظه خاطر لحظه فارقه ذي لحظه مهمه للغايه ان البو الوليد يقول البو كيما هكا ويكون باك البر المطلوب والاعتراف بالجميل والبو يحس بروحه ملك انت توا سي سالم انت ملك بين وليداتك الحمد لله ملك سلطان الحمد لله سلطان بين وليداتك الحمد لله الحمد لله راه عامل فينا راه كيف يا سيدي قول لي هو راه صاحبي اسمع ندلع عليه اشكي لي كان تحب تشكي الحاجه الوحيده اللي نشكي منها هو المواظبه على الدواء ماهوش مواظبه عامل فيا في لا يا سيدي لا هو ما هو صديقي انا وياه عشره قديمه راه اكثر من 20 سنه اكثر توا عندها بالضبط 24 سنه اللي عرفت انا سي سالم بوقطايه وولينا اصدقاء وقرب من بعضنا برشا وقربنا سي احمد الصغير يذكروا بالخير كان صديقنا متفق التعليم الابتدائي وكانت عندنا لمه في القروال لمه نتاع ناس افاضل كما الوجوه هذوما هذاك علاش نعترف بالجميل حتى نحكي مع سي سالم في المساله هذه مساله الادويه فهمني ونبقوا باتصال وانا والله فرصه يا قيس فرصه ولدي اللي جاي حدايا سي سالم الراجل الطيب الباهي هو يفضلك يا خب خاطر هو يحبكم برشا يحبكم برشا والمحبة هذه يا قيس طول في العمر طول في العمر الحمد لله والشكر لله سي سالم مدلق قيس ولا مدلق دلال مدلق قيس يدلل فيك يرجع في الجميل قيس مدلل أكثر من مدلل بوي جا رب
قيس. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، ما حلاها الكلمة. دلني بالحق، دلك أكثر من بوك الله يرحمه. بوي كان مش صعيب ماهوش سهل، كان راجل متوسط. اي 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 يكبس وقت يلزم و اي اي ديما يسفري راس القيس. قيس ديما ذاك مسكين ربي عليه، يجيك ويطلع عليك ويوكلك ويشري لك ويمشي معك الحمام. قل تو ما يقولش اللي يجي كلام. ما يجيش يرقد لما يكلمك. يكلمك في التليفون اللي يجيك مباشر. كلام يجي مباشر ولا بالتليفون كيما كان بقى. معناه اذا كان ما كلمش بوه قيس راه ما يرقدش. يلزم يكلم. ما ينجمش. يلزم يكلم. وانت تبقى تنتظر فيك المكالمه هذيك. تحير ما يكلمنيش. تتحير. تتحير. هاو نمشيو لمنير. منير اهلا وسهلا. مرحبا سهلا. مرحبا، اقرب شويه الميكرو اني كان نتاعك قدامك هذيك باش في التصوير تطلع منك. شي احوالك اي؟ الحمد لله. نورتنا. يخليك سلمي. انت اللي رافقت الوالد اليوم وجبتهن للاستوديو اذاعه الحياه فهم باش نكرمه في فقره قم للمعلم تكريما لكل معلم قدم الكثير للمدرسه التونسيه وانهى مساره المهني بكل شرف. احكي لي عليك العلاقه الحلوه بينك وبين سي سالم. لا علاقه تفرق توا كيما علاقه قيس. كيف كيف مش كيف كيف. لا تفرق. تفرق. انا صغير انا المدرب. يا معلم دلول على انت دلول. ما زلت معاه في الدهره اكيد. ما زلت متزوجتش انت؟ ما زلت. عام قريب ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. يميل عاد خويك محظوظ، تبوس لك اليديات كل يوم عاد وتبدو كجبين ويبدا وتدحنس عليه هكا ولا عامل بحمايله كيف يعني. احكي لي عليه اسمعني. هو صاحبي ما يحكي ليش برشا راهو. كيما كان اكشف لي الاوراق. اكشف لي الاوراق. كيما كان يحكي لقيس على حكايه الدواء ربي فضل. كل يوم نتفقدوه ربي فضل. ساعات عنده ضربات غيرة من الوالدة. يا سيدي يا سيدي. غير منها سيدتها. قلت لهين بمكم وشكم لهين بيه. هذيك يقولها بالفم بركة راهو. أما في القلب يبدا شيخ كي تبدو أنتم مدلين الأميمة العزيزة. خاطر هذيك عشيرته. هكا ولا. مش عشيرته بركة. وبنت عمه زاد. وبنت عمه زاد. كيف يا سي سالم؟ نزيدك حكاية أخرى سعد المجيد. زيدني. هو يفوت الوالدة بخمس سنين وهو اللي مسماه. لا هو اللي يحكي لي سي سالم. والله حكايه مزيانه هذه. كيف يا سي سالم؟ هي بنت عمي. بنت عمك راس اي. اوكي تولدت انا موجود بطبيعتي. اي خمس سنين راجل كبير معناها في الوقت هذاك تعرف بالقدا اي. حتى تجمع في التسمية تاعو التسمية. اي. سميتها توحيدة هكا هو. سميتها؟ توحيدة. توحيدة ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. بالله يعطيني تصفيق تصفيق على الفازة الحلوة هذه معناها سماها وتزوجها ها. وتو يغار منها عاد هذاك الدلال جاب لها تبارك الله. هي جابت له صابر رجال صابر رجال. غير ما غيرش. لا لا ما تغيرش. ما غيرش. انت ماذا بيك تكون لاباس تكون تفرهده هي وتكون كذا. اكيد اكيد. عشره كبيره كبيره أكيد كبيره. اكيد. ربي يحفظك. ربي يحفظك. كيف يقول لي تو سي سالم تو مادام توحيده توصي الاولاد على ابوهم تسمح تقول ابوك ورد بالك ولا كذا سمعتهاش مره هكا. ديما تو الكلام هذيك هي. تجيب ماشي مثلا للاولاد في سوسه ولا حد. هذا باش يقعد هنا. ايه نوصيكش على بوك. نوصيكش على بوك. على بوك. ايه عشيه. عشيه. تفقدوا في الليل كخو. وزيد تفقدوا زيد ايه. كو. مش مرتاح. مزيان برشا. اسي سالم احنا حكينا على الطفوله حكينا على الجامع الكبير وحكينا على الكتاب وحكينا على بطح الجرابه. فهمني. ما زادش حويجه في طفولتك ما قبل المدرسه تحب تحكي لي عليها حاجه كخاصه قبل ما تدخل المكتب الابتدائي. ثماش حاجه تحب تشير لها خصوصيه يعني ما نعرفش. خاطر ديما ثم الطفوله كلها اسرار وكلها. انا قيد في مدرسه الفتح. انت تمشي للمدرسه الابتدائي الفتح مدرسه الفتح. مدير عماش يا سيدي هذايا دخلت الفتح. مدير السي طاهر عطا الله وقتها. السي طاهر عطا الله الله يرحمه. اي واحد معاه السي الحبيب عطا الله. السي الحبيب عطا الله الله يرحمهم الكل. عماش يا سي سير. عطا الله كل عيلة كل عطا الله كل مولد عطا الله. كل مولد عطل. كل مولد عطل. ممتاز جدا. عماش يا سي سالم هذايا. شكون كان. انت عماش دخلت الابتدائي معناها. ما بعد ست سنين ولا نورمالمون. عماش مولود انت سي سالم. 48. عام 48 مع المفروض 53 54 عام 54 موجوده وقتها. نظن 1910 الفتح. انا نتذكر الامينين 1910 على كل حال. الامينين نذكرها 1910. حتى الفتح مش بعيد عليه. كيف 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 كيف. فرد وقت فرد وقت.
ذكرت لي المديرين، شكون معلمينك سيادك اللي قروك في السنوات الاولى في سي محمد عطا الله؟ سي محمد عطا الله محمد هاي بوشكري عطا الله محامي طبعا. محامي بوشكري هاي 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 سي عبد اللطيف عطا الله. سي عبد اللطيف عطا الله سي الحبيب عطا الله ما خدش عنده خاطر يضرب هذاك يضرب انت تهرب ايوا سي سلمي لقيت عند سي الطيب صديم سي الطيب صديم الله يرحمه صديم سي شادلي العزالي سي شادلي اي اي سي محمد النيفر ياك قريت على الكبارات انت نتاع المدرسه القيروانيه تبارك الله الحق هو المدير به في اعمال المدير به والمعلم به ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ها نخرج سي سالم نخرج فاصل غنائي ثم نعود بعد حين لنواصل استقبال المكالمات الهاتفية والحوار في مسير